Right now, the Israelis are engaged in a gun battle with Hamas militants inside the Gaza Strip. As this is taking place, they've been ambushed. They've lost more than 24 of their own soldiers, and the battle continues. في توغلها البري في غزة، تخفي إسرائيل ما يجري. لا تعترف بخسائرها وتجبر وسائل الإعلام على تسلم جميع ما تسجله للجيش لمراجعته مسبقا قبل نشره. لكن لماذا تخفي إسرائيل ما يجري هنا عن عيون العالم؟ لأن هيبة جيشها انكسرت وثقة الإسرائيليين تراجعت في المؤسسة التي تقوم عليها دولتهم، فالجيش هنا هو كل شيء. وما تخشى إسرائيل الاعتراف به أنها لم تعد مكانا آمنا، ولم تعد دولة أخلاقية ولا قوة إقليمية، ولم تربح الحرب. وهذا الاعتراف لزعيم المعارضة في إسرائيل لخص به جوهر الأزمة الحالية. ويمكن أن نضيف أن إسرائيل لا تعبر عن يهود العالم، فالملايين يخرجون في تظاهرات حول العالم، بينهم يهود يدينون إسرائيل وما تقوم به بحق الفلسطينيين. An open air prison where 2.2 million people live, almost half of whom are children. They are now without food and water and electricity and fuel, and they are being bombed. As Jewish New Yorkers, we are here to say, not in our names. What do we want? Ceasefire! وحتى داخل إسرائيل هناك يهود غاضبون مما يفعله جيشهم بالفلسطينيين، وهؤلاء يقمعون مثلما يقمع الفلسطينيون. فشل الجيش الإسرائيلي عسكريا وأخلاقيا دفع آلاف الإسرائيليين للفرار إلى أوروبا وأمريكا. فهناك نحو 230 ألف يهودي غادروا البلاد بالفعل في الأسابيع الأخيرة فقط، أغلبهم ممن يملكون جنسيات مزدوجة. رغم أن الحرب الحالية جعلت الكثيرين يحزمون أمتعتهم ويغادرون، لكن الهجرة العكسية بدأت قبل تلك الأزمة. ففي الشهور الأخيرة أطلقت حملة نغادر البلاد معا، بالتزامن مع صعود اليمين المتطرف والأحزاب الدينية وتولي نتنياهو رئاسة الحكومة، وما سببه من أزمة عاصفة بالبلاد في صراعه مع السلطة القضائية التي أدت لاحتجاج الآلاف في شوارع تل أبيب. وقتها قالت استطلاعات الرأي إن نحو ثلث الإسرائيليين يفكرون بمغادرة البلاد، فيما ارتفعت طلبات الحصول على الجنسيات الأجنبية خصوصا للدول الأوروبية بنسبة 68% مقارنة بالسنوات السابقة. ثم جاءت الحرب وما سببته من فقدان الشعور بالأمان هنا، ليغادر الآلاف البلاد خلال أسابيع قليلة. رغم الحملة العسكرية الموسعة لم تنجح إسرائيل في استعادة هيبة جيشها، بل خسرت حتى من يفترض أنها تعبر عنهم وتتحدث باسمهم، وهزمت أخلاقيا وسياسيا. As a Holocaust survivor, I'm here to ask our government and others to stop Israel from killing people in Gaza, from allowing Gazans to be free.